الهويل 100% أرشيد سي نوتر هويل. أولا نشكر الشباب المناضلين والمتبنين هذه القضية، وهي قضية المدرسة الوطنية الإدارة التي استبعد منها القسم العربي. نحن كشباب يعني مناضلين وكمتعلمين باللغة العربية نوجه رسالة للسلطات العليا وبخاصة الراعي الميثاق الانتقالي رئيس الجمهورية الجنرال الفريق محمد إدريس ديبي. نحن شباب واقفين أمام المدرسة ندخل نطلب التدخل الفوري من جهاتكم كمسؤولين جهات عليا في البلاد أن هذه المدرسة تابعة للأمانة العامة وتابعة لرئاستكم. نطلب منكم أن تتدخلوا مباشرة لحل هذه القضية. ثانيا نطلب من جميع القيادات الشبابية أن تتدخل وتشارك وتتضامن مع هذه المجموعة المبادرة الشبابية للمطالبة بنيل الحقوق المسلوبة. صراحة نحن كمثقفين بالعربي، الدولة استقصت كثير من الحقوق للشباب المتعلمين بالعربي. هذه المدرسة إذا كان ناويين نحل قضية الإزدواجية اللغوية فهي مثال للتطبيق الفعلي للإزدواجية اللغوية، وشكراً.